استقبل القبلة رفع يديه وكبر أكمل الركعة الأولى وفي الركعة الثانية أكمل السجود الأول وما كاد يرفع رأسه من السجود الثاني إلا والسيف على رأسه وسمع الناس المنادي ينادي تهدمت والله أركان الهدى انفصمت والله العروة الوثقى قتلت قلت فيا قتله واشقلت فيا قائماما شيعتك جينا نقدم تعزية بهاي الفجيعة إلى رب البرية وإلى الهادي نبي يا علي شيعتك جينا نقدم تعزية بهاي الفجيعة إلى رب البرية وإلى الهادي نبي والله مصعب هالرزية ناحت افلاك واملاك برايا للحزن صارت مطيعه بالدموع الجريه نعيش بهالمسيح ناحت افلاك واملاك برايا للحزن صارت مطيعه بالدموع الجريه نعيش بهالمسيح يعظم اجرك يا الزكيه مأتم في العرش قاما وعلي الله اماما مأتم في العرش قاما وعلي الله إماما وله نهدي سلاما وعلي الله إماما إننا اليوم يتاما وعلي الله إماما لست أدري أعلي غاب أم غاب نبي الله أحمد علي نفس طه به الرب تباها لست أدري أعلي غاب أم غاب نبي الله أحمد علي نفس طه به الرب تباها صار للعشق إلها أحزن الأرض في يوم شجون وبه الحور ستسعد علي ذا أتاها فأنعم بفتاها أحزن الأرض في يوم شجون وبه الحور ستسعد علي ذا أتاها فأنعم بفتاها فيه وصف الحور تاها كيف تحكيه كلاما وعلي الله إماما كيف تحكيه كلاما وعلي الله إماما وله نهدي سلاما وعلي الله إماما إننا اليوم يتاما وعلي الله إماما هل أتوا عامة حب يا علي وكل السور أمست حزينة تصب دمعتها حمراء وسط مهجتها جمرة هل أتوا عامة حب يا علي كل السور أمست حزينة تصب دمعتها حمراء وسط مهجتها جمرة حارت الآيات بمرة بيدك الكون يا وارث طه بيدك صارت الدنيا رهينة علي حجب بدرة علي قضي عمره بيدك الكون يا وارث طه بيدك صارت الدنيا رهينة علي حجب بدرة علي قضي عمره قبلة الأملاك قبرة تفقد اليوم غراما وعلي وإماما تفقد اليوم غراما وعلي الله إماما وله نهدي سلاما وعلي الله إماما وعلي الله إماما وعلي
الناس يا حزن بأن شيعة الكرار حيدر فقدنا يوم فقدي تبعنا نهج ولدي. أخبر الناس يا حزن بأن شيعة الكرار حيدر فقدنا يوم فقدي تبعنا نهج ولدي. إننا نمضي بعهده أخبر الموت أن مثل عمار وميثم وأبي ذر هوانا عطر وردي ولا نرضى ببعده. أخبر الموت أن مثل عمار وميثم وأبي ذر هوانا عطر وردي ولا نرضى ببعده. إننا من خير جنده حبه صار وساما وعليا وإماما حبه صار وساما وعليا وإماما وله نهدي سلاما منه قال انطب الراس من القال وعلي راسه تصوب علي جت المرحب منه من عنده يقرب. منه قال انطب الراس من القال وعلي راسه تصوب علي جت المرحب منه من عنده يقرب. جهنم بفقارة الهات كانت الكوفة ظمأة فجر الرأس لها زمزم تشرب حسام في يد الرب ونبع ليس ينضب. كانت الكوفة ظمأة فجر الرأس لها زمزم تشرب حسام في يد الرب ونبع ليس ينضب. إنه السيف المجرب قتل النبع انتقاما قتلوا النبع انتقاما وعليا وإماما إننا اليوم يتاما وعليا وإماما وله نهدي سلاما وعليا وإماما إننا اليوم يتاما وعليا وإماما وله نهدي سلاما وعليا وإماما مأتم في العرش قاما وعليا وإماما إننا اليوم يتاما وعليا وإماما وله نهدي سلاما وعليا وإماما.